الشيخ الدكتور أحمد اليمني وكنت تخصصي علوم الإسلام كان من أهد عادة ودنك مريكا سيدوك البرامج كوحا مرتين وغوة عبد الرحمن عبد الله وكما قدر حدك أو أحمى ملاها إسكولك إسكايلاين ستيم أكاديمي كسود هو الشيخ برامج أدوه بارك الله فيك كذي ولا الله ودين سلامي وأدوه عبد الرزاق أدبغ ما حسنتي أدبغ ما حسنتي إذا كنا ودكنا ما دعلنا يا برامج كوحدة لسعود سينا يعني يقول عبد الرزاق شيخ مرسال حق فرس مدر حق عاونا يا سياد سعيد صالح داود يا سيدي عاد وقتهم بقى والدين بدن اي عروت ودا ودك تسكول لدى كلا دوان عدد وينها اي مقالة دا منيابوليس ايو قبل كمان سوت بقود اهان وحالا قيابا والدين بدن ان اي عروت ودا اي كورن فاتسنيهين اما سيدي لولا حريري لها اما تعليم تودا اي سرق وقادي لها ين اينا واح بدن كوغين سيدو كلا عروتا وحا اي ادن دوك سيادا وحادنا اركيسا مركا خار عروتا او سيدي لو تلقلي ان ودقمينين اما سلوق ودا واح بدن وكدوين هاي هذا بس إنه واحد بدن أجبرنا سيدا عروت اللوتر بيجو وحنا اللوبرو أيينو برامج كوكا على ديك دولا هدو إب إدمو and شغل الدكتور سؤال شو أقوله رئيسة and وحنجعل لها and ودن كاني وحلج وحلا ورنجر التربية ذا هي تعليم تا and سكول ذا مركز لجهد ليه وحبرش هذا بقول دحين مركز التربية ذا هي تعليم تا وح أي كليهين فرق جود حياة هي سيدا عروت اللبذاسي لابر وحمد الله تعالى كرتاه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أستاذ أذو ما حسن تهي أستاذ حديك الله أخبارك يا ولا لها تي في جنوا سلامي الله يديم وذبرك يا رنتي أنت عن وموضوع عاد وقيم بضواية تربية تعليم والله بق قضوا أما الله بق حواية وين وأسوة تان واية ساشيت ودم الإسلام كهل وزارة جريجرتي وزارة التربية والتعليم وزارة وحبر الشذا إيه تربية ذا أم وزارة التربية دي وحبر الشذا اللي هي كذي إذا أسوتو إبن ذو تربية ذا وحاي سوهوز جليس تعليم تي سوهوز جليس المكاس المهم وحكستو وحلا برا تعليم على ده هاي تعليم تما دام بأسرة قفك محل برا مركة علمي مادي ما على برا علمي ديني ما على برا مسوال تربينا ووحدا كل قد إند وحين نقول إنسا تعليم ينقول إنس قفك الله برا تربية ذا وشيء كصابسا وعنق سلوكيات كيسا كصابسا علمي وحول بون نقون كرا علمي وحول نقون كرا أيتي قفك إن لبرون نقون كرا نختار نمي إن لبرون نقون كرا بايل نمي إن لبرون نقون كرا لكن سلوك وحكو صاف سنة وحالة لها تربية لها عنو قان سلوكي سان بدلا محانكو بدلا مثلا رسول صلى الله عليه وسلم دا أصوى قادة الإجزامبل عنو يمد ماني وحوريا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك وتربية واي عنو وحوري عنو وحور قاعد تستفنيني سو مركو أرجع عندي فنيس قالت واي قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه صح وحوير مركا ويلك يرو مرك أنت هذا عن تعون بسم الله ده قعدت ميه تكون أكت هذا نكون تربية واحد ورسول صلى الله عليه وسلم عنو جوكو تربينا تربية داس أنقادينا عنو بيساس أستوى تربية سن أي علمي قالوا وشوا لبك جرى سنتها نسوى قفك علمي على برا تربينا ملحن تربية ملحن محو نقونا مرك قفك ينو بود بودو أما وميزان لهن وحضر كستو أكو هدلي كرو قفك قسم يعني تايتلو وتايكلية لوغو مسو استاي رسول صلى الله عليه وسلم مركو كهد لا اذا اتاكم من ترضون دينه وحوله وخلقه دين كليكم وجوجن سوم جديد حدو يدي ما قف دين تيس اي اخلاق ليس ات خالي كن قن انسان وغوريا معناه دو حوا قفك علمي وصبرت علم الاله على دحا علمي اله واي وصبرت حدا لوغو تربيينين ددك قاركو اركيس فلان كان فلان كان واي ماشي لا تايه وان العالمه وعاي ماشي لتاجين معناه هذا بيسي تربية كل هذا مقن تربية أنا قار وحاجرت وإلهي ودتك ودلي ومكتسبة إيه يقار لو حاجرت أو فطرة كتماضه رسولك تقول خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا تربية وناجا ولوكر لست لكن تربية ووحلا صوبرة إلمها بيسي جنا لقى صوبرة أو سلوكك صابسا سلوكك صابسا تحيا وقولوا كان دقن كيسة دقن كيسة مركا بحيس لوقت بدح قوي على بدح تربية واي مركا سو قليس لوقت ميجي كسوق التربية واي انت هذا عن تدعون بسم الله التربية واي مركا قال الله أبو مال لك تربية واي هعيتمن تربية واي مساجد كهبود بود تربية واي وحيابها سو كلا تربية ذا وقيب واي وحي كم تي تعليم تي سو قليس لأن تعليم تا كون أو وحقف كان تربية حتى وحلا بروي واي مركا والله بأرهن اسم وضع تواي إن لبض اللي سكو وضعنا وقوين داسا ودم هذا إسلام كإدي جنا ودم وزارة التربية والتعليم مطلبه تاسا ودحيس ما شاء الله أدبض ما سنتهي أستاذ عبد الرحمن عبد الله ما دام أدس كل ذاك الشخص ما مول إسكولنا آتهي
aan sidaas u qeexaysaa tacliinta tarbiyada iyo tacliinta iskuulada Mareykanka ama dugsiga Mareykanka ka jirta? بسم الله الرحمن الرحيم waa mahadsantahay Cabdirsaaq Qulaal sidoo kale siyaadiga tiimka Somali TV oo mahadcelinaya doktorkii Sheekh Axmedna waxa weey sidoo kale jazaakallahu khayr isagaa noo faahfaahiyayba marka hadan su'aasha u soo laabto iskuulada Mareykanka badanaa xoog waxay saaraan xataa macallimiinta markaas iskuulada dhiga waxa lagu soo tababaraa pedagogical waxay dhahan ilmihii in 10kii markaas ay barayeen ay baraan curriculum walba oo soo qaadato ma ku arkaysi tarbiyo kulli waxa weeye had ku arkaysa curriculumka inuu 10kii maathka aha ama ingiliishka ama sayniska aha oo mataqaana u dhigayo iyo sidoo u bari lahaa intaas la baraa marka ay joogan college-yada iyo jaamacadahana wax xoog la baro mataqaana la siiyo waa nidaamkaas mataqaana waxa kala soo raaca classroom management in la baro sidii ilmaha mataqaana loo ilaalinayo inta ay ku jiraan classkaas laakiin wadankan aynu joogno marka aan fiirino uu ka duwan yahay wadamada aan ka imaanay tarbiyada xoog waxay saaraan waalidka inay dusha ka saaraan ama guriga dusha ka saaraan marka waxa uu imaanaysa kaliya education key and that's why haddartaa markaad fiiriso familadeena iskuuladii markay yimaadeen aad ugu wareersan yihiin marka aad la hadasho macallimiinta iyo maamulada iyo kulligood shaqaalaha ama garanaysa iskuulada kulli waxay ku leeyihiin inaynu kala saarno weeye waalidnimada iyo macallimada macallinkii ma rabo shaqadii waalidka inuu sameeyo waalidku wuxuu u maleeyaa in ma taqaana waddankiisa uu joogo wuxuu rabaa labada shaqada iskuulkii inuu dusha ka saaro that's why aysan u fahmin waraarka u yimaado marka intaas waxaan arkaa maanta ugu dambeeyay waalid mataqaana ka yimaada iskuul kale isagoo ka cabaaday macnaha waxa weeye waxay wadatay ilmo yaro xanuunsan cunto u soo diibtay cuntadii marka waxa weeye waqtigeedii baa la gaaray si mataqaana macallimadii ku balamisay macallimadii ma sanseen markii dambe waxaan tiraahday aniga hooyada mihi maxaan ku siiyaa waa wax yar marka waxay rabaan waxaas oo dhan in yani waxa weeye macallimada afku gelisay rabaan waxay rabaan in macallimadii uga soo bixisay frigeerka cun yar oo yar xanuunsan buu ahaa ayuu kulaylisay haa uu kululeeso wixii la siiyo iyadina waxay aaminsan tahay in mataqaana shaqadiisa parenting shaqadii hooyada iyo abaha waa maaha shaqadii mataqaana iskuulka marka waxyaalahaas kale way jiraan marka wixii marka halka aan joogno iskuulada most of them waxay sameeyaan waxa waaye pedagogical in waxbarashadii aqoontii labaro curriculum walba aad iibsatana saasad ku arkaysa waxyaalaha kale marka imaato ilmaha ma garanaysa dhaqankooda in la baro waxay ku yimaadaan BD in professional development of lawyer oo la baro saan waay waa general knowledge in la siiyo macallinka laakiin waxa lagu soo tababaray ama la yiraahdo waxaan saan samee ma jiro marka farqi u dhexeeya waddankeena iyo waddankan when it comes to education iyo education ka tarbiyada iyo tacliinta waxaas leeyahay inaas ugu waaweyn waa tahay doctor adiga ayaa ku soo laabanaya runtii qodobo waaweyn oo muhiim ayaa labadiinaba taabateen waalidiinta Soomaalida sida hadda laga dhawaajiyay waxaa laga yaabaa inay isleeyihiin shaqadii waalidnimada ee toojihinta ahayd iyo dhaqanka toosintii iyo habdhaqanka wanaagsan in iskuulka lagu barahayo mar wax badan baa waxa ay go'aan macnaha ilmihii waa soo dirnay iskuulka oo soo dirnay idinka macallimiinta hadda si dhaha waddankii marka xagga marka la joogay mujtamaca ayaa dadka u tarbiyeen jiray marka maxay hadda samayn karaan marka si gaabka isaga ama saafiska sama adeegas ka maqan ay ku buuxin karayaan khayr walaal waxa waa arrin wanaagsan waay runtii ustaadku wuxuu ka dhawaajiyay arrin aad u qiimo badan waay waalidiinta badina ma ogo waalidiinta badina laana waxaan ku soo kornay dhaqan macallinka aabo kale waaye kaada almuallimu an yakuna rasuula waxaa sanoo la soo baray soo ma macallinka aabo waaye asaa ku tarbiyeyna kanoo kuu sameyna laakiin suu ustaad kada ka dhawaajiyay macallinkan waxaa waaye I'm here to teach you the subject and only that's it anaga waxaa uu cunuga hadduu arko wariyaasan qalad waaye kan qalad waa inta ma jirto sheegaa wadamada islaamka maada waxaa jirta tarbiya la dhihi jiray tarbiya islaamiya tarbiya la dhaho ilmahaba aadaabta bareyso way ku jirta as a subject ay ugu jirsay maadka ingiliishka science oo ugu jiray ku jirtaa buugaagta ku jirtaa laakiin waddankan kuma jirto saan u maleynaya malaha maada la yiraa tarbiya la yiraa ma jirto xagga way ku jirta ilmaha waa lagu tarbiyeyna marka waalidka marka waxaan u baahanahay tan ugu horeyso marka arrintan marka waxaa waaye waalidka sometimes waxaa la inuusan ogeynbo marka tan koowaad waalidka wacyigeynana laga baahanya meeshaan
ماشان وحاصوب بحدي مركي جاب أو إيه والد كان نفتر كيسة إن ماشان لو وعي جري لو شيغو سيستم كودن كان إي سيستم كاكو سوكر تورا لديفرنت واي عرور تالا فروم A to Z أديغا مسؤول كا إن لدها واي والد كمركي إنتاسو لو شيغو وقادو كدي بحالو باهي مركا أكشن كي أمو باللعبة أكشن كي أمو باللعبة ويرا دوكو لعونو جيسة وحي تربيه قرو وكوسو سميه حتى دوكسيد مركي لأعدو دوكسيد مركي لأعدو أنيقا حد سوماليها محان حوق سارنا قرآنكا حتى هذه هواية دوكسي تكتو ما أنت دوكسي قادو أما أبها دوكسي قادو عادي أنا في الفرست كويشون معانيك ويدينا معالي عونوكو قرآنكا ما كسوب بحي حدو معلن كهذا هو والدك وفرح سيني هاي أسوه فرح سنو عونو جيسا قعانتا قبنا محاجة عشان أقوك دو لي هاي لكن يا واي والدين وإداوناين وحان سؤالا كويدينا أدون أسو جواب يا واي والدك معلن إنو أتغيري كو معلنو عنو جيجا ما أنت مركو مساجد كسوق قال تحية المسجد متو كذي we don't ask that معلنو عنو جيجا ما أنت مركو خلاص كسوق قال مبوق بوقي مدى قارلامي we don't ask ما عنو جيجا مكو سوق قال ما عهي تامي عنو جيجا مركو ما أنت سوق قال مدى قارلامي عنو جيجا ما أنت مركو سوق قال أخلاقي ديس السيئد هذا الكيس السوء هذا من الناس وحوي دينا نقوم مجرته نقوم مجرته why because أنا قيبتا سانا وحان اعتقاس أنا معلنك أم إنو نوصمينا يقوله لنا عن جاب وينا كجر والدك أو جابن أنا وحدي لها والد جابن وحاك جرت لنا عوالدك لغي يابي إنه سن علم أولهين أرنت سيستم كان سيقول جرته لنا عدوكسي وحتى علم أوليه والدين والدين تجابنا كجرته جابنا كجرته وحدي لها والدك خير الله كسيو الما هذا إني كون أكسن هذان أي كون أخلاق ذا كون برتان أيك هذا في عن إني بقول كتاب كون حفظيان بقول كتاب كون حفظيان كتاب قال هالما أنا هذا وأنت واحد في ذيو صنع كذي بناه هالما الله يسوع ما لكن ذي واحد يقول تربية الرسول صلى الله عليه وسلم يقول احفظ الله يحفظك احفظ الله تجيته تجاهك إذا سألت فاسأل الله وتربية وايه رسول كون تربينا عروت مرك والدك وحال لقب هني هي تربية إنه أسيق كوب اللعبة اللي بعياه. والدين تقارك هذا stage of denial يكجران. هدي مقرنا إسكولات كا دكسي ومركب مثل والدك ما داري عنق أو قلدين إن استيروا فريه لعنق يمحوس مي defense وقرا ما يعنق ولا قدرنا. why عنق أمرت إنه كوه جاك سنة هذا. why معلك عنق أو تما forward reason nothing عنق أو حرة إنه كلها جاك سنة هذا. هجرين دفاع هجرين المها جا كوت هرجل سئه هجاجين كرا إنه كشي ذا اللي أنا أسكولات كل أستاذك تعليقين دونه لكن دكسيك وأركني مركي لي رؤون لين ما قلدنا عنو قاساقة قلدنا والد أنا أسو حيد حيدنا عنو كان أسو حيد حيدنا المهوض ما قلدمين المهوض ما قلدمين مركي الباب وحوفرت عنو قا you right go وضاد قصعه بحارتي السمية وكفر ويسع مركي وحالي لوالدين تا أنقن إقحوغو أهل إيجيكيد قريو خوش أسن والدين تا قفصدان إيه لها إن شاء الله خدري لها إنتاس إنتا عن كل عنوان كاركي شيق أحمد نغو أركي والدين تنظر وحي أبدايه إنه والدين ودن كعسو إن بدن أكام إذا وسنجل مادرس هاي كل جد واي وحاكلو كجرا يعني إيشوز بدن وفاميلا ده حدو كتاعن وحاكلو كجرا أبي لفتر كيسو أود بدن عن لحين many times مرة بدن وحاسو إنه وحي كيني سو والدك أما متقع حالتك لأنه ولسه درسو مركب أنا بدن أمرك أركه وحن حوق سارة دتك أو استاعي community leadership dad ku istaagay inay resources siiyaan waalidka ilaan waxa weey dadba community centers ka dhisay magaalooyinka dadba masajida dhisay dadba u furtay iskoolo dadba u furtay dugsiyaal dadba iyaga sameeyay in mataqaana dhaqaalana ku helay resources badan ku keen dadkaas aanu wax uga saara sababtoo waxa weey waalidkan inuu san ku iimaan ba laga yaaba boqol hawlood ba ku furan in aan ka daba tagno oo guriga aan ugu tagno baa muhiim ah dowa aragti waxa weeye agency-yal badan oo agency-yasha dawladda kamida markii information la sii iyagu ordahay waalidkii guriga ku tagaan anagii oo mataqaana aan aaminsanayn community leadership keen aan gacanta ku hayn laga ma yaabo waalidkii inuu tago xaramna ayay inaan u yimaadaan marka horto taas way jirtaa qodobkaas waxaan salaayaa waxa weeye dib inta la isku laabto in la daraaseeyo war community-ga leadership community inta la fiiriyo resources ka u baahan yihiin waalidkan wallahi banku ma sheegayo maanta ay tahay la joog laba family oo 4 iyo 3 ay kala heystaan kulli waa single mothers hooyooyinka waa carruurta dhamaad autistic waay la hawla waxaanu seen marka ilmaha saxaa waa hooyadaas 24 hours ma seexato
ما سيحانيسو مركا dibaatada soo dhan iyo dibaatooyin badan oo ka daran ba ka jira waalidkii saaran waxa uu baahanahay anaga community asset-ki aan haysanay inaan dib u soo laabano marka intaas okay aad baad u mahadsan tahay hadana su'aal kale labadiinaba waa idin soo dhaxdhigaya insha Allah doktorka ku bilaabi doktora waxaad ka dhawaajisay oo labadiinaba aad sheegteen tarbiyada in iskuulada ay ka jiraan dugsiyadana tahfiidka quraanka kaliya xoog la saaro tarbiyada waxa laga yaabaa inta aan arkay mar dambe ilmihii markuu quraanka dhameeyay macad in loo bilaabo xilli ilmihii quraanka weynaadeen oo laga yaabo teenager inay gaareen oo laga yaabo inay too late tahay marka mas'aladaha waxa la gaaray xilligii la sameyn lahaa in reform lagu sameeyo dugsiyada ayna ofran si ay u daboolaan baahida dhanka ka jirta jazakallahu khayr khayr allah ku sii su'aashan waa su'aasha waa muhiim mowqiceedayna dhacday ummad markay soo burburto iyadoo qaxaysa imaato curriculumkii laga soo tagay iyadoo wareersana imaanaysa meel laga bilaabo gane ani macalin ahay almost 20 years macalin ahay waxaan xasuus tarbiyada islaamiga 40 oo qorina usul 3 maxaa ku xiga wiirono okay waa haddana waa la soo xogo waa laga tagay haddana waa lagu soo noqonaa wax kitaab tarbiyana uma jirin alxamdulillah after years dada uu istaagay alxamdulillah dadku istaagay kamid ah aniga iyo walaal kale oo istaagnay kitaab waxaan qornay hadda madkhal fi tarbiya islaamiya kitaab li raaha jirto oo 12 curriculum 12 level ah mustawa awal ila mustawa thani 10 waan anagi marka dacmi maanan helin oo na dacmi anaga waan qornay fikrad waa la iimaane laakiin la taaba lacag u baahan tahay madbaci u baahan tahay lacag lacagti ma hayno waxay noqotay marka shan kitaab inaan taabacno shanti kitaab markii la taabacay gaditaankeeda haddana waalidkii buug wuxuu malayn inuu haddana ku qaadanay bilaash ku qaadanay soo waxay noqotay culays fi culays fi culays ay noqotay hadda waxa diyaar ah 7 oo level ila hadda lama taaban 10 sano ka soo wareegtay lacag lagu taabaca la waay 7 koobaad un ba socoto oo iyagu isku celceliyay marka maxaa soo baxay kitaabadaas marka waxay noqotay alxamdulillah kitaabadaas waxaan sameeyay marka inuu hadda wuxuu ogi marka kitaabka markuu ka baxo maxaa ku xigo kitaabka markuu maxaa kitaabkan 12 saasan u sameeyay marka kitaab walba markuu horo muhiim after waxyaabo badan markaas markuu horo hal maad uu ahaa hadda kitaab walba aqeeda ku jirto tafsiira ku jiro kana ku jiro maadooyina ku jirto saaso kal markuu level 1 gud level 2 gud ba iyadoo saasta gaab hadana soo baxay gaab ka soo baxay waxa way okay kitaabadan waxa ugu tala gashay 10 sano wixii ka weyn ugu tala gashay dadkii yareeda aw kitaabkoodi marka ma jirto dana alxamdulillah waxa sameeyay marka maadaam khibradii hore aan lahaa kitaab qosob waxaan soo saari oo shan kitaab wada socota oo questions and answers u bixiye fi tarbiyada su'aalaha iyo fi tarbiyada islaamiga saddexda kitaab kowaad waxaan ka dhignay tarbiyada su'aal iyo jawaab aan ka dhignay oo yaa ku abuuri aabaha yaa abuuri magacyada ilaahay marka kitaabku waxaan xoog saari waxa matalan hadda kitaabka magacyada ilaahay baraneysa intaan u sheegin waxa baraneysa waxa rabaa inaan dhaw kale reasonka rasuul sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ilaahay wuxuu leeyahay 99 magac qofkii xidid jannada u gale waligi marka waxaan ka dhaadhiciyay tarbiya magacyada ilaahay in la xifdiyo maxaan ku qasbaa marka jacaylaysiina cunugi inuu xifdiyo marka weysiist kadib waxaan dhahay waxa aqrisatay ducadan laakiin intaan u sheegina waxaan rasuul sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri qofka markuu weysiist aqri ducadan 8 albaab jannada loo fura marka waxaan u sameeyay ترغيب او سميه ها او كو اقريه مثلا اركان الاسلام او كلو صلاه ما خدي اكزامبل وحنا خديجه قبر هناك سواي صبح يسو كعدا شن صلاه تو كتا صلاه كما تكتو وقف كو حار هذا ومسكحدي اسكو فهمايو كلو او سمي اركان الايمان او كلو كلين وا سو حفظن هذا اركان الايمان كلو كسو 6 وكل انتم بالله وملائكته وكتو ويقان سوما لكن المهم ايشان جوجو ورز ملائكه كليه ma yaqaano waris malaa'ika ma yaqaano marka waxay noqonaysaa marka buug marka waxaan sameeyo kul malaa'ika maxay tahay waxaan u sameeyo marka malaa'ikta waa makhluuqaad ilaahi abuuray ma aragno tiradooda way badan yihiin magacooda qaarana qaar marka prefer uu cunuga 10 ka sano ka yar maskaxdiisa wax ku filan aan qolaasi marka shantaas kitaab oo sidii loo weysiisanaa si loo tukanayo kalo shantaas kitaab oo alxamdulillaah hadda saashiis waxa gaane doorkii marka reforming la sameeyla aan joogna kitaabadu waa la diyaariyay sida loo sameeyna insha Allah taala waa ugu gudbi doona laakiin hadda alxamdulillaah hadda waxa joogna xoogo door oo soo fahamnay tarbiyada inay muhiim tahay waalidiinta macallimiinta dadka wax iyo wax qoro kulli hadda waxay soo marka tarbiyada inay muhiim tahay sida loo sameeyna insha Allah waa ugu go'an insha Allah waa taa aad baad mahadsantahay ustaad xidig hadii aan eegno iskuulada sida hore ugu dhawaajisay macallimiinta waxa loo tarbiyay inay ilmahan waxbarashada aqoonta madaxiisa ku shubaan iyo classroom-kaas intay ku jiraan say u maamuli lahaayeen u control lahaayeen kaliya
وحكالنا وسن أي واحد بكجلن هذا بقى معلمين صوماليات أو كونسبت جاس فهمية إن إكسبكتيشن كأما والدين تسير رجينا إن تهي إن معلمين تسكول هذا كعويان حقة تربية مع أخلاق تعنوكة إن ما هؤدي ذي إن صومالي بدن أو معلمين الحلو أو سكول هذا مانتا إن كمان كنا أرضي صومالي دي جنسة أي سكول هذا معركة معلمين ونقدان والله سؤال في عنوي مركات في رصيد دراسي سن ودركيسة فيلد إيجيكيشن ك مركات أوبر بردكتيد فيلد ك متقانة ميديكال كيو أي تي كيو إندستريز ككله ويكويرين تذكر متقانة معلمين تاع ويرين مركا وحكينا يحوي هرتو إيجيكيشن قف كي جلية لعق إذا قالوا وما قالوا وهو قال باشن وحن وحيسانية قلب كته وجعلية وحن وهو قال تن لبعض ضد إنه بالضرورة لا ضد بوربع إنه ساميو جيل بوربع إنه صوصار مركا إيجيكيشن كمالو بعدون كان في رصيد قالي س ما بدنا معناها حوي ودمه يكل في عيني ودمه ودمه هرم راح يكون الله يكل في عيني لكن ستيل مركي لو في ريدتك كله وأنا شقة بدن تو إيجيكيشن كحوي كصورة عسى جوري كصورة عسى وموجنا كشقة سيد عشرة دي أدي رصيد ضدك هو حس مرة بعد بعدين قاعد مركو دعينا شقة دي more stressful بسي نقطة وسي أتكاتي. مركا وحاس وردن يدو تاس إجر تهدن تنا كدر سنتي. وحيلان أصله وحواي. آت كله وبهن يه معلمين تصومال إن الهلو. وحيلا بدن وحدة دباتوين بدن وعروت تصومالية ده مريان. سكول هذا دحضو ده. ويكفى كل نهاين. معلم الصومالي جا دور معلمين صومالي يعني صومرتي. معلم صومالي جا لبا شيء بأود بقوليه. كو إلمي إنه وحبره. أود بقولي هاي وحوي ن وبريا معلك لو حوي صوبرتي ومتقع نظام كيو صومري لا بروح أود ولا يلمي إنه relationship لصمت ها مريم مركز في رصيد وحوي إنه المهل وصمة معهن ن عبسي أو جال وهو relationship وعركة يعني وحوي معلن المي إسكسو عنا يعني معل وحوي والد إسكو في عينهم معل وحاسو ده relationship كاس بروحه البكوين مرك معلمك الصومالي جاء معلمت الصومالي تاسوي سمعين إسا مرك معلمين تاسوي الصومالي مركات في رصيد قبلها أبداً نمن كويلي وكس وكسيريهن لكن حب عنا هاي كم نتهان أنت لسكوي ما هذا إلا يرى هذا محانا جا قلدن يعني أنت عصو كونوا عرورة بس كل هذا استيت كأدها هذا نوحوي ما ذكرت معقول ما مركا الحمد لله كل البروغرام اسمين جمع على قاركود مقال ذوي جيرين أوغس باك وحوي برنامج لقى قلم جيبيي وثين دو إلى سدح كوهورتا كبحدي واجرتي سان ثومس ويب اللاوضي أو إلى سدح مساء أفر كوهورتا ها بلاش هم عالمين تسوى مالده لو تارجت قرينا يو إنك الصوت ردي للربي مركا لها إيرتاهي مرولبا مركا وحاصل دانو حكوش هيجي ساباهي إني جرتو اسبدل وين نايمان لهيد مركز سكولة ذكر عاد في رصيد يعني ساسوي مونجي هذا سكولة كوميونتي مونجي اللي راه سكولة لين معلمين تودا جو سكولة ذا مذوق مركز في رصيد معلمين تودا جو مركز أوبا هن معلمين تنا ذيني جوجان تاس قطب كي متقان سؤاشي شق أحمد محرب هذا ودي سيد دكتور فام إن هذا دكتور فام كنا واحد كي راهو أرن كاس حلو بهني هاي إن سفي عن لو فكر حقيقي سفي عن لو حلو إناف دكسيدو يسوس سعودين متقانا سنترس كصومال المساجد ويسوس سعودين لكن وحا مهمة وحن وحكال لنا نون بروفيتس نون بروفيت يدن مروا البحوة يبوركي قد ديقا لغا معمولا إيقا فيشنكا إيديركشنكا وجيحا جيهدي آداء يعني مركا ودوينك هو وينو لو غاري كرو ريفوم كاس وإن دادك والدك أه أي كم النقدان قد ديدا وإن أي عود كل هادان وإن يبوركي كجران وإن متقانا مركا أحضر كيسا مركا سنترز كقاركود دا تبتدى من دكسيدة قاركود من مساجدة قاركود دادك حتى مامولكا ها إنه سن حافظه كنو لين حتى بعد أركيسا مالك لكي مركا سكو فكر حتى معهن مركا مدة نوي قادة نيسا وقت نوي قادة نيسا لكن تايم كوالي جوه 25 years اسبدل كوحا واحد يرى هذا every generation هو generation كلو شيء نوى 25 years 25 years هذا إماتو اسبدل وادعا اسبدل كاس لكن so far أنا نوما دعين ويل نومدين ها نومدين دباتدي مركا وان ku jirnaa wali waqti 5 years keen wala gaari waatahay en doktor aday waxad ka dhawaajisay tarbiyada inay wax ka bedelayso suluuga sax ama hab dhaqanka en arurta naam en runtii dad badan oo Soomaali ah waxay ku noqotay layaab iyo shock
inay arkaan arur Soomaaliyeed oo la soo qaxay dagaalka uga tii laga soo baxay inta la soo maray qaar kood laga inta ku dhashay qaar kood ay weerar yimaadeen in streetka daroogada ay ku isticmaalayaan ayan ayaga istoganayaan oo maareeyta groupyo oo ganka maareeyta u kala baxeen oo laga yaabo in ay oga deenayaan bulshooyinkii aynu halkan ugu nimid qaar kood marka arintaasi waxa laga yaabaa inay noqoto macnaha symptomska ama waxyaabaha ka dhashay resultiga ka dhashay tarbiya xumada bal arintaasi waxa ku ma garan kartaa khayr allah ku sii arintaas san hore u sheegay waa markii umad soo qaxdo resource moodato meel unbay ka bilaabaysa arintaas waxa fiican qofkaas uu sheekh ustaad sheegay markii xad la soo gaaro waxa loo baahan in la xisaabtamo loo baahan yahay warunta oo yaani oo qof walba isu istaago ani macallin ahay qofalo macallimiinta qofalo darajiis intuu yaqaano kala wax dhiga akhtaa badan waa soo dhacday haddana way dhicaysaa hadii la fix gareey waa in way soconaysaa midan waxa kamid ah oo kala san sheegay tarbiyada islaamiga ilmaha lama baraynin ilmaha waxaan baraynin the only thing la baraayi and I think most of the dugsiyada badi idinku waalidiinatiin waa dhawaa ogtihiin dugsiyada bari quraan bisan la baro isna ceeb quraanka in la baro ilmaha quraanka la baro waa loo baahan yahay quraan kalaamullaahi waay in la xifdisiyo cunuga quraanka xifdina waa cunug sharaf badan waa waalidkiisa waa kusoo dadaaleen macalinku wuu dadaalooya wiina denying that waa loo baahan yahay laakiin su-aasha meesha taala waxaa waaye cunuga ma qur-aan keliyaan ku joojinaynaa mise waxaan baraynaa tayib gadaal ugu noqon hala xisaabta ilmihii qur-aanka nuu xifday halkii ku dambeeyeen maxaa keenay ani waxaan ogahay cunug maalin qur-aan markuu dhameeyey hooyadiis tradusiya inuu yimid wuxuu yihi hooyo I finished the Quran for you. What do you need from me? I'm not going to go back to the duksi. Quran soo ma rabeen ku dhameeyo. I finished. Maxay qabtaan markaa? I'm not going back to the duksi. Inuu cunuga xadkaas dhaha maxaa keenay? Waxaa keenay waxa waaye macallin iyo waalida dhaxda gashtay. Xaqiiqada in la sheego waa. Macallinkiina wuxuu yiri xifdi hadii kale waa ku garaaca. Waalidkiina wuxuu yiri xifdi hadii kale wax ma ku gadaay. cunugii markaa wuxuu gaari xad ilaahayo mar un iga dhamay qur-aanka jaceyl ma ahan culeysaa qur-aanka laga dhigay bal ilmaha qaarkooda markii la yaqaa baxaga fris qur-aanka aqri aa lagu ciqaaba tarbiya xumo waay taas tarbiya xumo waay tarbiya wanaagsan cunugu markii la ciqaaba qur-aanka aqri daa ku ciqaatid maxaa sameynaya qur-aanka inuu nacaag sameynaysa marka waxaan u baahanaa reformiga la sameeyo loo baahan yahay waxaa waaye macallimiinta qur-aanka ha la wado laakiin tarbiyaha lagu daray see lagu daraa meesha ustaad laba arrinaa loo baahan yahay waalidkani waxaa laga baahan yahay macallimiintana waxaa laga baahan yahay waalidka waxaa loo baahan yahay inuu quuro waqti iyo lacag inuu quuro waa waalidkii dhageysanayo labadaas haddaa quurin cunugaa kumas waalidka waxaa laga dugsi qur-aan inuu $100 ku bixiyo ama math kumon $100 inuu ku bixiyo laakiin tarbiya islaamiya inuu ku daro waa ku adkaanaysaa which inay ahayd inuu ku daro macallinka dugsiga tayib afar saac u keentay afar saac intuu la wareegayo cunuga laba daqiiqna ku adaali andaad said waqtiga waa dhammaadeyba goormaa tarbiya islaamiya la baraa ma jirto ilmaha intay yaryar yihiina la sameynaya marka in la baro alxamdulillah hadda ani waxaan rabaa marka qeyb ka mid inaan daboolo saan ku daboolaba insha allah taala barnaamij waxaan sameyn kitaabadan kuu sheegay hadda waxaan u sameynay online aan rabnaa inaan ka dhigno iqra kids website aan u sameynayna insha allah taala mar waa meesha way iman doona idiin is wadaagi doona iqra kids aan u sameynayna shanti kitaab oo duuban oo cunuga uu dhageysanaya isuu gurigiisa joogo oo macallinkana wiigii mar uu soo gala ama bishii mar uu soo gala la sameynaya aan rabnaa inaan sameyno at least waxaan rabaa wax inaan kafar garayno laakiin ilmaha su-aasha ay weydiis maxaa keenay ilmaha inay banaagsana aza axmed ahaan aniga caruurta ma eedahay boqolkiiba boqol ani cunugaas wallaahi billaahi ma eeday waa eeda koowaad waxaan saaraa waalidka iyo ma kala sireebaaye waalidka iyo macallinka oo siman aan saara haddaan ku dhaho kore gacmankiina kaa xirxiro oon bad kugu tuuro oon ku dhaho kale dabaala ma dabaalan kartaa okay cunugaan suu xirxirnay meelaa la keenay environmentka xoog badanaa la keenay waxaa la yidhi dabaalo suu ku dabaalo waaba xirxirta ninkaan aad baad umaadsan tahay ustaad xadig caruur baad la shaqaysaa dabcan waxbarashadan aad baad ugu jirtaa waalidiinta qaar waxaa laga yaabaa markay caruurtii ay u cabsadaan ama ay ku madax adeegaan ama ayagu weli waxba sameynba oo iska fiican akhlaaqdooda waxooda iska fiicanyn inay dhahaan hadduu sii joogo waxaa laga yaabaa in ma aragti wax badan iska bedelaan marka waxay u diraan dhaqan celis ama egibta laga ridaa ama imaaraadka ama kenya ama soomaaliya qofba ama ethoobiya qofba meeshuu doono u diraa marka kaasi xal ma yahay waa arkay waalidiin badan oo saa sameynaysa macluumaad badanna rehabilitation centerska ku yaala africa ama wadamada kale ayaan dhaweed inaan baan la fadhiyey dhallinyaro ah
hadartan waxa weey wuxuu ku jiraa meel oo rehab ku jiraa magaalada daroogada waxa soo bartay marka waa laga kelin gareenay wax dhibaato waxa ku bilaabatay hooyadii ba fahmay weysay way dirtay muqdisho rehab center ku taala daqan alis iyo u dirtay boo dirtay haa waxa ka soo celisay cunugii wala garaacayo la dilayo ama ka wax badan joog badan soo gaar markuu halka ku soo celiyay wuxuu yiri bas meesheedii ma ka sii wadaya marka xal waara ma noqonayso xal ma ahan way isku jirtaa oo qaar rehab centers fi fiican ay jira oo waa la sheegaa taas laakiin cunug walba ma shaqeynayso goobaha dhaqan celiska ah ee Soomaaliya ku yaala ama Kenya ku yaala aad baa looga soo sheegtay xaqiiqdii muslimiin dad Soomaali badan way aragtay way ka soo celisay caruurtooda ii sheeg waana wayna ogsoon yihiin dadka marka taas xal ma ahan halka waxa weeye waddankani aan joogno yaani waa la fahmi karaa waddanka adiga hooyadii aabihii ama hooyadii ama aabihii inuu la guuro ilmihii waa muddo shan sano lix sano toban sano la soo joogo waalidka waa inuu la joogo meesha waxaan oo goobahan dhaqan celiskana uusan gelin laakiin caadi waxbarasho caadi u geeyay isagana uu la joogo waddanka uu la qabsado taas waa xal xal kalabaad waxa weeye waddanka waan joognaa kama tagayno meel aga soconno ma laha in yacni waxa weeye anaga soomaalidu dhaqan bay leedahay oo wax la wada leeyahay la bilaabaya kadib wixii la wada lahaaba qof looga tagaya waa doctor axmed hadda wuxuu ka hadlay xisaabtan ma jiro ma goobo badan baa dhisanay anagu sayid baan dhisanay common centers baan dhisanay number of video badan baan leenahay oo loogu talagalay common good in lagu sameeyo now dadkii waa la aasaasnay markii hore waa la waxaynay iskuulada kamid ah wax walba laakiin ashqaas baa hadda waa watagnay ama ma taqaanaa xanal riixo ama iyaga mu dhaaf markii taasoo kale in la xisaabtamo because asset-kii community-ga waay marka taasoo aan dhihi lahaa xal waara ma noqon karto su'aasha ay weydiisay aad baad u mahadsan tahay 4 daqiiqo ayaan nooga dhimay barnaamijka insha Allah waa soo gabagabeynayna ustaad su'aashan jecel lahaa inaan ku weydiiyo adoo soo koobaya maxarumaha ama sentarada dadka ajaanibta ay leeyihiin sida hindido kale waxaa laga yaabaa caruur badan oo quraanka aad u xifdisan inay salimaan laakiin masaajidda markaa booqato caruurtooda waxaa arkaysaa habdhaqankooda iyo nidaamkooda dad waaweyn camal u dhaqmaya halka masaajidadeena ay ka duwan yihiin cunuga maanta lagu qaadanayo warfariiso inta ka baxa maxaa u caratay lagu hayo maxaa keenay arrintaasi khayr allah ku sii waa soo gaabina laba arrinaa keenayso tarbiyadii koowaad oo masaajidkeen ma lagu tarbiyeynayo su'aasha meesha taalo waxaa macalinka ilmaha loo keeno muxuu baray macalinka hindiga bakistaaniga carabka muxuu baray qur-aanka kitaabka ka fur aqriyo dhahay wuxuu ka saxay nutqiga muxuu kaloo baray laakiin saacada badan wuxuu geliyaa tarbiyada uu geliyaa taas qaybta koowaad qaybta labaad waalidka naftirkiisa soo caruurta oo la dhaqmaya guriga markuu joogo hooyadii aab isku qeynaa waa guri lagu buuqaayo kale cunuga markuu ka yimaado cunug wuxuu samaysnaana buuqu u samaysnaana okay cunug waalidka naftirkiisa wuxuu ku caawinaa inay kaamla aadaan ilmaha tarbiyo la aado la soo sameeyo annaga soomaalidana waalidiinta caruurta lama baxno lama fariisano lama sheekaysano badidoona lama sheekaysano dhinac macalinkiina waxa waaye tarbiyadii qur-aan bisaan ka dhignay oo tarbiyadii waa la joojiyay marka labadaas dhinacba waaye macalinkii dugsiga adiga tag ustaad fiir masaajida ani qaaraan tegay tag indhaha kusoo arag macalinka carabka waa ilmaha qof walba kitaabkiisu haysta nutquu ka saxa laakiin kitaab weynu inta le tarbiya alislaamiya yaalla marka tarbiyada ilmaha la baro waa ku celinaa waa ku celinaa ilmaha tarbiyada ha la baro khayr allah idin siiyo aamiin insha allah taala ustaadxidig maxaad is leedahay xalka uu ku jiraa wallaahi waxaan rabaa maadaama gabagabada lagu jiro in aanan tala yar ugu daro waalidka xagga waxbarashada ah iyo tarbiyada waxbarashada waxaa ugu muhiimsan horto ilmaha naga markaad fiirisid meelaha aadka aan isleeyahay haddii xoogga saaraan waalidka naga waxa dhan u fududaan lahaa waxa weeye ilmo waxaad arkaysaa akhriska uu ku liito aayadda ugu horreysa ilaahay noo soo dejiyay iqra waaye aayaddaas waxay ka sheekeynaysaa fadliga akhriska uu leeyahay marka qofka markuu awood u yeesho inuu wax akhriyo xisaabta uu samaysan karaa wuxuu samaysan karaa ma garanaysaa taariikhdu uu akhrin karaa wuxuu akhrin karaa wax walba marka horto markaan ka hadlayno maadiga iyo iskuulada hadda ilmaha ay aadaan meeshaan waddankan joogno waxaa lagu qiyaasaa qofka ardayga markuu fasalka saddexaad uu yahay hadduusan aqoonin sida wax loo akhriyo dadka ma taqaana xabsiyada dhisa halkaasay ka qiyaas qaataan oo waxay rabaan halka leenkaasu gala baablankaasu gala wuxuu dhisayaan xabsiyada ilmaha aan akhriska aqoonin saas wey marka horta akhriska waa muhiim weye diintanadan waa noo sheegtay
تن لبعض وحوي تربية ذا ومهمية تربية ذا سكول كم هي ليس المراكز مركز جوكتي okay. تربية ذا حد كيلسا إسلامك سنترسكا مساجد ذا يدوكسية ذا مركز والدك وحال الربعية involved إنه نقدان مع ملاذ وصوت ذا ويجعليهن وعلى جاء مع ملقاح كودن جعل لكن أنت بدو والدك مركو يمادو قبها برشا وانا قدرية وسودوية تلوين كودا لقاتها ولو جواب يعني والدك النجا تعص إنه أوذوي وإن مركز سو شيق وشيء وحومي مسوا حوا يقفكو إنه برتو حريرك إلهي يسيكر دحية تاسم حلوك يعني كرا إسلامك سنتركي ولقد يقول مال إفكتيفا مال شقينا يسا يعني هذا ركيس هذا قولوا شو هو وين الله هين شن لاتن كسر نور صور دافع نورد أمريكا عن كل هين مساجد البوح وها إن إسلامك سكول عن فرنا حال ما أنتوا إسلامك سكول قعدتوا كوهاي مجرو more than I think billions of dollars أسدة ولا كل حجرة إلى هدر تان منطقة organization أم مساجد successful كواما كاس هو مهم وي تنواد حوي in relationship كاس وكشقي والدك كي إلهي كي وحوي سجي الميزة سلالة حامل هاين يسجي المهاس يعني دتك كل حامل هاين حريرك مهم وي إلا هلو مركة علمنا كل وين وشاكتي دين تنو حبا ذنب وين وشاكتي مركة تلوين كاس والدك وانسين لها إن شاء الله وانسيو دينا برنامج تنو عانينا كسيحة إن شاء الله تعالى هنت برنامج كبرنامج آد ومقوين هل فردي وصدن دقيقة لقمسو كوبي كرة إن شاء الله تعالى دبين وسوقين من دونا برنامج كوانسي موبا كسيحة دونا داوضي يال انت سيوحا كودان برنامج كي كوبنا وينوغه الليني وحبرشادة يو التربية دا وإيمان تمرتين نوغوا هايين دكتور شيخ أحمد يمني او اه دعادة ودن كمريكن ككمد اه يوليبا استاذ عبد الرحمن عبد الله او اه معمولها اسكولكا سكاي ستيم اكاديمي